السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لكراش الجزء الثاني، والحلقة اللي طافت خلصنا من الطابق الرابع باستثناء البوس تبع الطابق. ليه يا أبو السعادة ما خلصته؟ راح نخلصه في نهاية الحلقة هذه. ففي الحلقة هذه يا شباب ما راح نروح فوق إلى الطابق السادس، راح ننزل إلى الأسفل إلى الطابق السري. الطابق السفلي يا شباب المراحل السرية اللي فتحناها راح نلعبها في المقطع هذا. فخلونا نبتدي بسم الله مع المرحلة الأولى اير كراش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التحدي الأول نحاول ان ناخذ الأرواح اللي هنا، لازم ان ننقز مره على الطرف. جود سلام، اهم شيء اني اخذتهم. اهم شيء اني اخذتهم يا شباب. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي الحين. المشكله اخذتهم وخسرت، فما ادري ايش الفائده. زي اللي ناقص واحد زائد واحد. جود هذا راح اسحب. اوكي جميل جدا جميل جدا، خلصنا الجزئية السرية في مرحلة اير كراش. الحين دخلنا الى اير كراش المرحلة العادية اللي كانت في الجزيرة الاولى، اذا ما خاب ظني يا الاولى يا الثانية، لكن راح نفهم. حنا دخلنا الجانب السري منها بس، فخلونا نكمل. ما كنا نقدر ان ناخذ الصناديق كلها الا اذا مرينا من الجهة السرية. طبعا اذا تتذكرون البلاتفورم السري اللي هنا برضو. خلونا نكمل. فاز ويو ايه الحلاوة. بما ان عندنا بربقة الامور حلوة بعد. اعطيها قفزة الى التشيك بوينت اللي هنا. طالعوا طالعوا البلاتفورم المزعج اللي هناك كيف يطول على بال ما يظهر. يلا ممتاز ناخذ البونس. هلا داعي ما يمنع. ويو افتح لي الطريق. جيد خذ دي. خلاص ممتاز 8 من 8. بما انها 8 من 8 واقل من 10، على الاغلب ان اير كراش المرحلة هذه في الجزيرة الاولى يا شباب. طب اوكي هذه يا شباب كويس عشان موضوع الظل. طيب يا ابو السعادة ديث راوت ما نحتاج لان احنا خلصناها في البداية، خلصنا موضوع الديث راوت. فاللي نحتاجه حرفيا ان ناخذ الصناديق. خلونا نتأكد بس في شيء ما بقى ما انفجر. شوف قبل لا ناخذ المركبة هذه خلونا نكسر الصناديق الموجودين هنا. جيد سلام نعطيها سابق الريح يا بلبل. انا رايح فين؟ انا راجع ثاني. ممتاز اتمنى اني ما نسيت شيء يا شباب. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طيب اوكي نقول جي جي يا شباب، اخذنا الجوهرة الثالثة اللي كانت ناقصتنا. كذا نكون خلصنا من اول مرحلة يا شباب اللي هي اير كراش. راح نطلع طبعا من اير كراش الاصلية. اوكي طلعت في الجزيرة الثانية مو الاولى وكملناها بالكامل. ممتاز ننزل من جديد الى الطابق السري او الطابق السفلي. فاير كراش خلصناها، الحين نروح الى سنوغو. سنوغو نعتبر اوكي خلصناها، واضح انها مخلصة. فاجل نروح رود تو روين. اوكي ثالثة ممتاز.
فهذا الجانب السري من مرحلة الروان الثانية يا شباب، ما كنا نقدر نروح له. طبعا عرفنا ان مراحل الروان عبارة عن ترولات. شوفوا كيف، لاحظوا كيف يا شباب، يا الهي، الرعب الرعب. ننتظر الان. جود جود، كذا ممتاز يا شباب، خلصنا الجانب السري من المرحلة. الحين نلعب المرحلة بالطريقة العادية. في البداية ما كنا نقدر، هل يطلق نهار ذا؟ اوكي، يناظر فيني كأنه يبي يتصور معانا، ولكن هذا يبدو لي برضو هذا ما يطلق، ما يطلق نهار. تأكد وين جهة الظل. يا سلام، ضرب خوية بعد، هذا ينفث النار، مبروك. ما يحتاج ان نروح للديث راوت بما ان خلصناه، فاللي علينا نسويه ان نكمل يا شباب. شوف هالمره ما راح يكون في ترول. اوكي، هذا البربق الثاني واخذناه، ممتاز. الفأر المزعج، وهذه التشيك بوينت واخذناها، ممتاز. البونس هنا، جهة الترول يا شباب اللي قصدته. الصناديق هذول ما منهم فايدة. اوكي، خلصنا 13 من 13، كويس. اخر 6 صناديق، اخر 6 صناديق. حتى لو حرقني ما راح نخاف. اوكي، الجريدول اللي هنا، الفار اللي ما منه فايدة، نقول جي جي يا شباب، ممتاز. رود تو روان خلصناها، ممتاز جدا، جيد جيد. في الطابق الثالث هي، نرجع من جديد الى الطابق السري. راح يبقى لنا اخر مرحلتين لكنهم مستقل، يعني مراحل مستقله. ايش تقصد يا ابو السعد؟ يعني ما فيهم كريستالات ملونه اللي هم هذول. اوكي، نبتدي مع المرحله الاولى، توتالي بير. طيب، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ننتبه يا شباب. ويو، كويس. ننتبه من المشكلة ان حوت وصوته كأنه دلفين، ما ادري شلون. يلا تشيك بوينت واخذناها، والله ما يبين شيء. اوكي، دام نقز نقزة يسار، النقزة الثانية يمين. وي شفتوا كيف ما ضبطت؟ اجين، يبغالي اني انقز شوي على الطرف، بحاول اني اخليها مره على الطرف لعله وعسى تضبط كذا، ممتاز. واحده يمين واحده يسار زي ما قلنا، تشيك بوينت ثانيه. ما في بص، اوكي هذول موجودين. ابو السعاده موجودين في كل المراحل، ممتاز. يحاولون يترولوننا، جود، سلام. الان، كويس،
يا سلام ممتاز كذا نكون خلصنا منها يا شباب. جي جي 38 من 38. زي الحلاوة زي الحلاوة. شوفوا رجعنا إلى نفس الطابق على طول زي ما قلت لكم. المراحل اللي هنا مستقلة أو المرحلتين اللي باقين. طيب آخر مرحلة في الطابق Totally Fly. أوكي المرحلة هذه غثيثة صراحة. مرحلة الظلام. أوكي فالذبانة هذه راح تنور لنا الطريق. ممتاز. طبعا لها وقت ولكن أفضل بكثير من المرحلة تبعت الجزء الأول. البربقة المزعج. تدري العب سيف يا أبو السعادة. ممتاز. انتبه من الأخوة اللطيفين. يا سلام إلى الحين ولا بربقة عندي ولكن لازم أني ألعب سيف قد ما أقدر. ينتهي وقتها والظلم. هذا التشيك بوينت واخذناها. يلا ممتاز هذا التشيك بوينت واخذناها ودخلنا إلى الأخت اللطيفة. ممتاز. المفروض أموري طيبة. توني بقول المفروض أموري طيبة. توني أبغى أقول. يلا أجين. يلا على بليسة. أجين. الظاهر إني بزيادة سبقت الفراشة. تعالي. اي والله كان في نقزه هنا يا شباب. يلا جيجي. اوكي يلا اللي بعده. دمر الاخوه اللطيفين. اوكي شوفوا هذه يبغالي ابتعد. ممتاز. ليش تبتعد يا ابو السعاده؟ بتعرفون ليه. ممتاز عشان ما ينتهي وقت الذبانة وتورط. اوكي باقي واحدة هنا. واحدة هنا بس الظاهر. يس يلا جيجي. الاغلب يس على الاغلب الفار الحفلة. يا سلام 44. اوكي وكذا خلصنا الطابق السري يا شباب. تخيلوا خلصنا الطابق السري. مرة ممتاز. طيب ايش اللي راح يصير الحين؟ الحين راح نرجع الى الطابق الرابع علشان نحارب البوس اللي ما حاربناه في الحلقة السابقة. فحنا مستعدين يا جماعة الحين ان نحارب البوس الرابع اللي هو دكتور انجن. نقول بسم الله ونخش. طيب الله يستر يا شباب. أسوأ بوس بالنسبة لي حرفيا. راح أقدر أني أرمي التفاحات والوضع مرة راندوم. لازم أني أكسر الأشياء تبعته هذه الأذرعة. وزي ما زي ما أنتم شايفين
جالس يفتحها بطرق عشوائية، ما عنده أي طريقة ثابتة. فعلشان كذا ما حبيت أني أحاربه في الحلقة. أوكي ممتاز، كذا خلصنا من يد واحدة. ممتاز، يلا اليد الثانية. افتح يدك لك، اكسرها لك. طلع وين يفتح يده؟ حسبي الله عليك يا شيخ. اوكي جود. ما ودي اني اجازف بما ان ما عندي بربقة. يلا افتح افتح افتح، تكفى. والله ان عبيط، والله ان عبيط يا شباب. كويس خلصنا من اليد الثانية. الحين راح نحول على شيء مختلف تماما، الاكتاف يا شباب. الاكتاف، وقاعد يطلق صواريخ. وطلعوا كيف سريعة صارت حركته ويفتح بشكل عشوائي. ودك تعطيه كف على وجهه. اوكي تقريبا احس اني دمجته بطريق، يعني دمجته شوي. يا قلبي. طيب يلا يلا ممتاز. تقريبا جيد شوي. اوكي تدمجوا الكتفين. يا سلام، كسرنا الكتف الايسر، باقي له الكتف الايمن يا شباب، وهو متدمج اصلا. الكتف الايمن متدمج. وات و يا ساتر. طيب الضربة الأخيرة يا شباب، الضربة الأخيرة، ضربة بطنة. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله إنه يخوف يا شباب، ما ودي إني أنقص. أوه كذا نقول جي جي، كذا نقول جي جي. فايت جدا مزعج، ونكون بهالشيء جاهزين ان نتوجه الى الجزيرة الاخيرة. فنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا وانبسطتوا. راح نشوفكم بإذن الله على خير قريب. استودعتكم الله، وفي أمان الله.